ولتسلط الضوء أكثر على الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه ضد المقدسات في فلسطين وأملاك المواطنين، ينضم إلينا الدكتور عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى عبر الهاتف من القدس. مرحبا بك معنا دكتور. مواجهات جديدة اندلعت اليوم عقب اقتحام عشرات المستوطنين لمقام النبي يوسف والمسجد الأقصى، كيف اندلعت هذه المواجهات لو سمحت وعلى ما أسفرت حتى الآن؟ حياكم الله يا سيدي. احنا بالنسبة لمقام النبي يوسف ربما يعني هناك وقعت مواجهات، لكن في داخل المسجد الأقصى أنتم تعلمون أن هناك حصار مفروض على المسجد الأقصى والبلدة القديمة منذ أكثر من شهر بحجة جائحة الكورونا، فلذلك لا يسمح إلا لأهل البلدة القديمة ولموظفي الأوقاف للدخول إلى داخل المسجد الأقصى المبارك. فالمواجهات التي حصلت ربما في مقام النبي يوسف في نابلس، وهناك حتى الآن يعني حسب ما سمعنا أنه لم تقع إصابات ولكن فقط مواجهات. أما في بالنسبة للمسجد الأقصى المبارك فهناك يعني أكثر من يعني صباح هذا اليوم 20 متطرف، وما بعد صلاة الظهر كان أيضا 14 متطرف، 34 متطرف اقتحموا بالمسجد الأقصى طبعا بحماية شرطة الاحتلال، وجالوا جولات استفزازية حاولوا أداء صلوات المذيع، لكن حراس المسجد الأقصى يتصدون لهذه المحاولات ويؤدون واجبهم في الحفاظ على إسلامية وعروبة المسجد الأقصى المبارك. ناهيك عن أيضا استغلال الاحتلال استغلال واضح في حصار المسجد الأقصى البلدة القديمة من أجل تفريغ المسجد الأقصى وفرض واقع جديد على المسجد الأقصى بهذه يعني أنت تفسر تزايد هذه الاقتحامات الأخيرة أو المجدولة من قبل المستوطنين هو لفرض أمر جديد على المسجد الأقصى؟ بالطبع أخي الكريم، يعني هذا نحن ما نقوله دائما أن هذه الاقتحامات هي من أجل فرض واقع جديد على المسجد الأقصى في التقسيم الزماني والمكاني، ولكن نحن نقول يعني هذا الحصار لن يطول، سيعود الناس بإذن الله سبحانه وتعالى بطبيعتهم إلى المسجد الأقصى ويتواجدون بأعداد كبيرة سواء في صلاة الجمعة أو في التواجد اليومي، وتبوء إن شاء الله هذه المخططات بالفشل لهذا الاحتلال الذي يمكر منذ عام 67 حتى الآن ليغير الواقع في المسجد الأقصى، ولكن بفضل الله وبفضل صمود أهل بيت المقدس وأهل فلسطين تبوء كل هذه المحاولات بالفشل بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك يتوجب على جميع الدول العربية والإسلامية أن يدعموا موقف أهل بيت المقدس ليبقوا على رباطهم وعلى حفاظهم على إسلامية وعروبة المسجد الأقصى المبارك. نعم دكتور عمر، يعني جنوبي الضفة قوات الاحتلال تقوم بالهدم الممنهج، وتحدثنا اليوم قامت بهدم منزل فلسطيني بدعوى البناء غير المرخص، ما الغرض من هدف من يعني هدم منازل المواطنين التي توسعت ويعني ويطال الضفة بعد أن كان في القدس الشرقية؟ نعم أخي الكريم، يعني للأسف يعني هذه السياسة ممنهجة هي من أجل تهجير أهل فلسطين، وخصوصا الآن المناطق المصنفة سي في الضفة الغربية، وذلك من أجل الاستيلاء عليها وتوسيع المستوطنات التي حتى الحلول التي كانت ربما تكون من أجل أن يكون هناك دولة فلسطينية، فهذا من أجل القضاء على أي حل ممكن أن يكون حتى لوجود الدولة الفلسطينية، فهم يسعون إلى أن تكون هناك كنتونات وحكم ربما ذاتي أو بلديات فقط، فلذلك هذا ما يسعى إليه الاحتلال أن يبقى هو دائر يعني سائدا، وهو الذي يفرض المعادلة التي يريد سواء بالقوة سواء بهدم البيوت سواء بتهجير البارحة كان هناك تهجير للبدو في المنطقة أيضا منطقة الغور، واليوم هدم منازل. فهذه السياسة التي يتبع الاحتلال منذ عام 67 حتى الآن حتى يبين لنا الله سبحانه وتعالى أنه هذا الاحتلال لا يكن ولا يمل
من هذه السياسة التي يريد أن يفرضها، ولا يريد أن يكون هناك إلا هو المسيطر. وإذا ما كان هناك دولة أو هناك فقط هي كنتونات أو إدارة بلديات وليس دولة فلسطينية مستقلة. نعم دكتور عمر، لو تحدثنا عن حوار القاهرة والانتخابات، يعني من غزة صرحت حركة حماس بأن حوار القاهرة الذي سينطلق بعد أيام سيحدد مشاركتها في الانتخابات القادمة، كيف يعني هل هناك من أمل لإعادة اللحمة بين الفصائل الفلسطينية؟ كيف أثر هذا الانقسام على الأوضاع في فلسطين وعلى المقدسات خاصة المسجد الأقصى والقدس؟ نعم أخي الكريم، يعني نحن نقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك وحدة ولحمة واحدة فلسطينية من أجل أن تكون كلمة واحدة، ومن أجل أيضا أن يكون هناك فيها تأثير لحماية المسجد الأقصى والقدس الشريف الذي الآن هو يعني ليس في حسبان الاحتلال وليس في حسبان أي أحد. للأسف المسجد الأقصى يقبع وحيدا، المسجد الأقصى أهل بيت المقدس يعني مستهدفين سواء في هدم المنازل، في الحصار، في الاقتصادي، تضييق، التهجير، كل هذه يعني السياسة التي ينتهجها الاحتلال من أجل أن يفرغ المسجد الأقصى، يفرغ القدس الشريف. ولكن نحن نقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن تأتي هذه المصالحة وهذه اللحمة بما هو خير لأهل فلسطين عامة وللقدس والمسجد الأقصى خاصة بإذنه سبحانه وتعالى. آمين يا رب. الدكتور عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى كان معنا من القدس، شكرا جزيلا لك.